الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا الحكمة، وما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الأشياء في مواضعها المناسب، أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، أن تقول القول المناسب في الوقت المناسب. الحكمة تنظم شؤوننا الخاصة والعامة، ومن يؤت الحكمة فيكون ذلك الذي يكون أقدر على إدراك الأمور وكنه الأمور وخبايا الأمور، بل وحتى عواقب الأمور، ينظر إلى الشيء ظاهرا ويدرك باطنه ويدرك عواقبه، هذا الإنسان الذي أوتي الحكمة. الذي يؤتى الحكمة هو الإنسان الذي يستطيع أن يحلل الأمور تحليلا دقيقا ويحسب الأمور ما لها وما عليها. الذي يؤتى الحكمة هو الذي يستطيع أن ينظر إلى دقائق الأمور، ويستطيع كذلك أن يخرج وينظر إلى الصورة الكاملة، الصورة الكاملة التي تربط هذه الدقائق بأمور حولها. هذا من أوتي الحكمة، هو الذي يستطيع أن ينظر نظرة واسعة شمولية، وفي نفس الوقت يستطيع أن يركز في دقائق الأمور. أولئك الذين أوتوا الحكمة يتصرفون بالأمور ويتعاملون معها دون إفراط ولا تفريط. الذي يؤتى الحكمة أوتي من العلم والخبرة معا حتى تكونت عنده الحكمة. طبعا المعرفة وحدها لا تعني الحكمة، ولكن المعرفة مع الخبرة هما اللذان يولدان الحكمة. طبعا إذا جئنا إلى الحكيم، هل يعني أن هذا الحكيم بلغ مراتب من الإنسانية أنه أصبح يعني معصوما عن الخطأ؟ نقول لا، هو أقل خطرا، يعني المعاصي أقل خطرا، أو لنعد صياغة ذلك ونقول أن هذا الذي أوتي الحكمة احتمالات أن يخطئ أقل من غيره، واحتمالات لأن لديه كل الأدوات التي تعينه على التفكير وأن يميز بين الحق والباطل، بين الصواب وبين الخطأ، فهو أقل احتمال أن يرتكب المعاصي ويرتكب الأخطاء. لكن هل هو معصوم؟ لا. هل يمكن أن يقع في الأخطاء؟ نعم. متى؟ إذا سلم قيادة نفسه لهواه، فتكون لديه الخبرة ولديه العلم، فيهمل كل ذلك ويترك الأمر للهوى ويترك الأمر للشهوة، عندها يقع حتى الإنسان الحكيم يستطيع أن يقع في المعاصي وفي الأخطاء. لذلك على الإنسان أن بجانب حكمته يجب أن يكون مسيطرا سيطرة تامة على هواه وعلى عواطفه وعلى شهواته. هنا حتى إن أخطأ الحكيم فإنه يرجع مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. طيب إذا جئنا إلى تسلسل هذه الأمور، أيها أهم؟ هل الحكمة والعقل والمنطق، أم الجانب الروحاني الذي يربط الله الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أم جانب تلبية الحاجات النفسية أو الحاجات الفطرية الجسدية؟ إذا نظرنا إلى هذه الآيات فنجد أن أقلها مرتبة تلك التي تعنى بتلبية الحاجات الجسدية، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا أن ننفق من أحب ما لدينا ونعطيه غيرنا، بمعنى أننا نستطيع أن نتخلى عن هذه الأشياء وأنها غير مهمة أصلا في حياتنا، وأن نؤثر غيرنا على أنفسنا هو خير لنا. طيب ماذا عن الحكمة والروحانية، أيهما أهم، أهو العقل أم الروح؟ نقول أن الحكمة هما مزيج بين أمرين: المعرفة والعلم والحكمة أو الخبرة. هذه الخبرة هي التي تعين الإنسان على اتخاذ قراراته بشكل أفضل. ونقول كيف يمكن للإنسان في سن مبكرة جدا جدا، وتكون خبرته في الحياة قليلة جدا جدا، إلا أنه يؤتى الحكمة في نفس الوقت؟ نقول هذا ممكن عندما يرتقي الإنسان روحانيا ويقترب من الله سبحانه وتعالى، يؤتى من تلك الخبرة ولو كان في سن صغيرة. كيف؟ نقول نذكر جميعا الحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعاً الله سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان الذي يتقرب إلي كي أحبه روحانياً بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغيره من القربات والنوافل، يقول أن الله سيكون سمعه وبصره. ما معنى ذلك؟ إخواني وأخواتي، عندما نريد أن نتخذ قراراً فإننا قبل ذلك نجمع من المعلومات والبيانات والخبرات قبل أن نتخذ القرار. ومن أهم أساليب اتخاذ جمع البيانات هو الاستماع والنظر. فإن كان الله هو الذي سيوجه سمعك إلى ما ينفعك ويوجه عينيك إلى ما ينفعك، فأنت في الطريق الصحيح لاتخاذ القرار الصحيح. وكذلك يوجه يديك، فهو يدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي بها. فالله سبحانه وتعالى يعني يلهمك ألا تبطش يداك إلى ما ليس فيه نفع لك، ولا تمشي رجلك إلى ما ليس فيه نفع لك. فهكذا يعطيك الله سبحانه وتعالى من علمه ومن حكمته حكمة عظيمة تنالها دون أن تقطع من حياتك سنين طويلة جدا لو أنك حاولت أن تنالها بنفسك. إذن هنا نعلم أن الجانب الروحاني في حياة الإنسان ونحو الاتزان أهم شيء تلبية الحاجات الروحية، ثم الحاجات العقلية والفكرية والمنطقية، وهاتان يعطيان الإنسان الحكمة والتي من خلالها يستطيع أن يلبي حاجاته الأخيرة وهي حاجات الإنسان الجسدية. إخواني وأخواتي، كل هذه الأفكار وكل هذه الحكم وكل هذه الآراء في آيات في نصف صفحة من القرآن الكريم، في نصف صفحة. يعني هذا القرآن الكريم الذي جاء في أكثر من 600 صفحة، نصف صفحة نستطيع أن نستشف منها كل هذه ونستلهم منها كل هذه المعاني. فلماذا تركنا القرآن من أجل كتب غيرها؟ لا مانع أن نقرأ كل شيء، ولكن القرآن أولا. إن أردنا أن نكون أمة عظيمة فعلينا بالقرآن أولا. هداني الله وإياكم بهدي كتابه.